شايفة كل الأشرطة؟ هاي الأشرطة كلها كأنه مكتبت عنك ومكتبت من شانك. أنا كنت تعيش كل سنين مع هاي الأشرطة بس لأنه بتشبهك. يا ريت بقدر وقف الزمن باللحظة اللي منكم فيها سوا ونضل هيك ليخلص العمر. العمر كله ما بيكفي لأشبع. أول ما وصلت على فرنسا سمعت غنية كارم محمود، مشغول عليك مشغول ما أقدرش أغيب عنك. ذكرتك. هلا أنا متذكرك بكل هدول الأغاني وأنتي متذكرتيني بغنية واحدة بس. إيه صح، تذكرتك بغنية واحدة ومرة واحدة، من بعدها ما فارقتني وما غبت من بالي. ليلى بتتجوزيني؟ شو سكتي؟ يمكن لازم نأجل. نأجل؟ ما فهمت ليش رح تنأجل؟ مو انتي اللي طلبتي انه نتجوز؟ ما فهمت شو اللي صار؟ جاوبيني! ليلى لأيمتى رح تضلك هيك؟ لأيمتى رح تضلي البنت اللي ما بتقدر تحارب مشان حبها؟ لأيمتى رح تضلي البنت اللي بتهرب؟ ولا القصة كلها بإيدك؟ وقت اللي بدك بتسافري، وقت اللي بدك ترجعي، وقت اللي بدك تاخدي قرارات، وأنا شو؟ لا في لا حس ولا شعور، ها؟ أنا بس لازم أسمع ونفذ وبس. خلص عمر خلص. لك من شو خايفة؟ من مين خايفة؟ فهميني. أنا راح لك، أنت خايفة من حالك لأنه المشكلة مو بأهلك أبداً، أنت خايفة من اللي جواتك. ولك ليلى معقول كل سنين الغربة ما فهمتك؟ ما بدلتك؟ مو هيك بس، شو بقيان من العمر؟ ليلى أنا بعرف قديش قاسيتي وقديش عانيتي، عارف إن هدول السنين اللي مرقوا عليكي مو سهلين. شو أعمل؟ ليلى أنت سكنتي قلبي، سكنتي قلبي وما عاد تطلعي منه. أرجوكي أرجوكي تذكري إنه قبل وهلأ وبعدين، مو بس لحالك رح تدفعي الثمن.